درجة في الدرجات الحمد لله، يعني الحمد لله على كل حال. ما حدش في الأولى بس الحمد لله جاي حاجة. طبعا نتعرف على زمان الأوائل برضو قبل ما نقول إن شاء الله نفسي خالص يعني أطلع رحلة برا مصر، يعني إن شاء الله الإجراءات تتم وألحق أطلع معاهم. يعني هي حقيقي جميل جدا، يعني يعني حاجة جميلة جدا إن الواحد يسافر ويشوف خبرة ويشوف ناس جديدة ويشوف حاجات جديدة يعني. رئيس قطاع التعليم وعدك ان انت هتكوني ضمن المسافرين؟ هو قال ان شاء الله.